هيا يا خالد لنذهب إلى زيارة جدي. حسن يا أحمد، ولكن علينا أن نستأذن والدي أولا. أبي، لقد قررنا أن نزور جدي بعد إذنك. بارك الله فيكم يا أبنائي. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا جدي؟ بخير والحمد لله، لقد سررت برؤيتكم. ونحن كذلك يا جدي، وسألنا الله أن يشفيك. بارك الله لكم ولوالدكم الذي علمكم صلة الأرحام.